صباح الخير لجميع المتابعين ومتابعي طقس العرب، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. ونبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأجواء حارة، الطقس غالبا غائم مع 37 درجة مئوية، الملموس 34، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون بشكل عام مقبول. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأها بالمنطقة الشمالية، سكاكا 38 إلى 21، عرعر 38 إلى 19، وتبوك 33 إلى 19، مع رياح غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. المنطقة الغربية المدينة المنورة غبار خفيف 38 إلى 26، جدة 32 إلى 28، مكة المكرمة أحوال جوية غير مستقرة 37 إلى 26 عفوا، والطائف 28 إلى 17 مع زخاتر عادية من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا أحوال جوية غير مستقرة، أبها زخاتر عادية من الأمطار 23 إلى 14، نفس الأجواء في الباحة مع 23 إلى 15، وأيضا نفس الأجواء في جازان مع 35 إلى 28 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الشرقية ونبدأها بالإحساء، طقس حار 41 إلى 25، حفر الباطن 42 إلى 23، والدمام تفرق لبعض الغيوم 38 إلى 25 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس غائم جزئي 37 إلى 26، بريدة زخات عادية من الأمطار 36 إلى 23، وحائل 34 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.